في النهاية المواطن في أي دولة قطعا هيعاني من هذا. بالتأكيد. بس حضرتك قلتي حاجة مهمة جدا، الوعي. أيوه. الوعي، وأول الوعي التشكك. لابد أن نتشكك في كل شيء، لأن حضرتك ممكن تبنى مواقف على صورة مغلوطة. أيوه. أو تصريح مضلل، أو تصريح تم التلاعب به أو تلوينه، لأن ممكن يكون التصريح مظبوط ولكن يتم اتشال كلمة أو اتنين. طب هذا يضخم بقى مسؤولية الإعلام طبعًا في سرعة طبعًا المواجهة يعني طبعًا سرعة طبعًا الرد طبعًا. عشان كده كان جزء كبير من مقربتي والورقة العلمية اللي أنا عملتها فيما يخص الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي عن كده، حتى كمان يعني صممت من خلاله برنامج كمان إن إزاي الصحافة وغرف الأخبار تستخدمه استخدام في مرحلة أولى وفي مرحلة تانية. المرحلة الأولى إزاي تدمجه في عملك بشكل آمن، إزاي تدمجه بشكل مسؤول، إزاي توظفه عشان يساعدك. يعني اقول لحضرتك حاجه من الحاجات الجيده في القصه دي، ايه؟ انه في ادوات بتقدر تصحح لك اللغه العربيه. انت عارف عندنا النسبه بتكتب للاسف بعافيه شويه في اللغه العربيه، لا تقدر تصحح وتقدر تديك اشياء جيده ونتائج جيده، فده ممكن يساعد الصحفيين او يساعد حد بيكتب. طب في الترجمه بيتحسن جدا في الترجمه، بس قلنا يا جماعه لو سمحت بعد ما تترجم النص لاي لغه، لو سمحت او من اي لغه لو سمحت ترجع راجعه تاني ودقق فيه تاني عشان اتاكد من ان الترجمه صح وان الاجابه صحيحه وانه كذا. عشان كده انا بقولنا المعادله انسان اله انسان، مش هينفع. عشان كده حتى كمان كل غرف الاخبار الغربيه واللي بتتعامل مع المساله دي بتتعامل معها بحكمه وحرص ومدركه تماما ايه القصه وايه تهديدها للصحافه. فعشان كده بتتكلم دايما عن ادله اجرائيه، وبتتكلم عن مدونه اخلاقيه، بتتكلم على اقترابات امنه. ما ينفعش يكون الاقتراب بالاندفاع ده. وده كمان بيؤكد اعتقد يعني انه اي اختراع له جانب جيد بالتأكيد، وله جانب قد لا يكون جيدا على الاطلاق. الذره يعني بتنتج طاقه بس ممكن تبقى هيروشيما، ممكن تنهي حياه وتنهي مجتمعات وتنهي دول. فهي دي الفكره. عشان كده لما بيقول لك نظموا، تعالوا نظمونا، زي ما العالم نظم الاسلحه الذريه والاسلحه النوويه، تعالوا نظمونا. وزي ما العالم نظم فكره المعياريه فيما يخص الاكل والدواء والشرب والحاجات دي، لا اتفضلوا تعالوا نظمونا. عشان كده اللي كانت الشركات بتحكمها النفعيه، ولكن المجتمعات لانها اضيرت وتضررت بسبب الموجه التكنولوجيه اللي فاتت كلها. شفنا مواقع التواصل الاجتماعي عملت فين الناس ايه، عملت ليها اثار خطيره جدا. أيوة. من اول على نفسيه الناس والشعوب وكذا، وكمان حتى على سكيل كبير جدا في كل الدنيا يعني، واثرت على الناس. طيب هل دلوقتي شركات التكنولوجيا المفترض انها طول الوقت تفضل تنظم نفسها ذاتيا؟ يعني هي ترمي الاداه او ترمي التول او ترمي الاختراع ويفضل المجتمع وهي بتكسب بتجيب اعلانات وتلك ميزه يعني يلزم الحفاظ عليها فهي بقى تيجي بعد كده بقى تقول وتعالوا، فتحصل فضايح بقى متعلقه زي فاناليتيكا مثلا، تتسرب معلومات بتاعت الناس ياخدوا الداتا بتاعتهم وتتباع لشركات تانية. أيه. امور كتيره حصلت مش مظبوطه. كل الاثار النفسيه والاجتماعيه المتعلقه بمواقع التواصل الاجتماعي والجزء المظلم اللي فيها، ما هو جينا دلوقتي احنا بنتكلم على تنظيم الولايات المتحده اكتر من قضية ودعوة قضائية ضد مواقع التواصل، من أول استخدام الأطفال لحد فكرة المحتوى السياسي وإزالة المحتوى السياسي والأمور دي، فأمور كتيرة كبيرة العالم لسه بيتعامل معها. فبالتالي أعتقد أن المفترض أن الذكاء الاصطناعي يتنظم قبل ما يتعمم.